هذه الجوائز المقدمة من هيئة الرياضة، الفائز الأول بكرة المباراة، الفائز بالجائزة الأولى، يتبقى جائزتين لدينا وهي الهاتف الجوال. إذن كرة المباراة اللي فاز فيها الطفل، وشفنا واحد راح على أن اعتبار أنه يعني يشوفون أني أخذتها وخلاص ما علي، بيلخمهم رفع العلم والرجال خلاص نزل لأرضية الملعب. عموما مبروك لي يا الطفل، بس رجعوا لنا الشاب اللطيف. طيب ألف مبروك لي الفائز بالجائزة، وننتظر جائزة الهاتف الجوال اللي الحين رايحة إلى مدرج العوائل في فريق النصر. وشفنا آلية الجوائز صارت تختلف، قبل كنا نقول إنه طفل، ثم جائزة الجوال لسيدة، والسيارة لشاب، وبعد ذلك اختلفت الأمور ما عدا كرة المباراة عادة تكون لطفل، لكن الجوائز الأخرى اللي هي الهاتف الجوال بالإضافة للسيارة الآلية صارت شوي نوعا ما مختلفة، ورايحين لاختيار الهاتف الجوال، وبالتالي كاميرا الناقلة التلفزيوني اختارت هذه الطفلة الفائزة، وردة فعل جميلة ولطيفة وحلوة من هذه المشجعة النصراوية. ألف مبروك الفائزة الثانية بهذه الجائزة. متبقي لدينا الجائزة الكبرى وهي جائزة السيارة، وعادة كذا بهذا الزوم، ثم نبدأ من جديد عن طريق كاميرات النقل التلفزيوني لاختيار السيارة وصاحب الحظ السعيد. بلا شك سوف يحصل على هذه الجائزة الكبرى. إلى مدرج النصر لاختيار فائز جديد، وبانتظار ردة فعل جميلة من الفائز، ودائما هي ردة الفعل تكون عفوية بحكم أن كاميرا النقل التلفزيوني تأتي بطريقة الكاميرات المتحركة، تتحرك بكل الاتجاهات، ومن ثم تختار بشكل سريع ومباغت وعشوائي. وشايفين الكاميرا الآن تتنقل بشكل ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. هذا استخدم أسلوب صورني وأنا مدري بفوز وأنا مدري، اللي هو انه انا مندمج ولا ما شاء الله. الله يهدي الشر. طيب هذا كله هو ما يدري ما شاء الله خلاص، لا لانه الحين صاروا يعرفون يقولون الفكره. اي خلاص اقعد عاقل، ما شاء الله تجيك. الف مبروك للفائز بالسياره.